قولوش نوي غير تاع غراب غراب, غراب تاع خراب حاجه مليحه احنا دائما نجمع على السكن دائما يجي موضوع تاع السكن سلبي نطيحوا عليه لا ديال هابطين وزاره السكن هابطين لو بيجي هابطين اليوم كاين حاجه هائله الى في السكن اعطيني احبس هذا المدير تاع ديال مدير تاع ديال خلي ما نهضرش مع المدير تاع اعطيني الساعه الفيديو الاخر شوفوا يا جماعه هذه وشني هذه هذه ماشي ريبولو ولا في تبسه ولا هذه هنا اسمعوا مليح ها اسمعوا مليح هذه بمناسبة عيد الاستقلال يعني كي نحبو نخدموا نخدموا كي نجزو نجزو. هنا راك في تي سم سيلت. القضية هذه والله أنا حضرت لها زيارة تاع الوزير تاع تعال السكن في ولاية تي سم سيلت. في, ماي في ماي في ماي في شهر ماي العام اللي فات مشروع تاع 1000 سكن ها اطلق ها هنا ها هنايا عندها عام شوف كيفاش كانت مشروع الوزير طارق العريبي دش المشروع تاع 1000 سكن ألف سكن هذه العام اللي فاته كي نحبوا نخدموا نخدموا خاطش نبغي نوريكم لي بروجي تاع 15 سنه راهو 10 سنين سنه روطار ولكن كي نحبوا نخدموا نخدموا هذا المشروع هابس هاي البلاكه هاي البلاكه هي اللي تشهد ماشي نوي هات خليه يمشي خليه يمشي خليه يمشي يطفو ها هابس في يوم الاحد في رمضان الموافق ل 9 ماي محمد طارق العلي دشن خليه يمشي آه عاود دي زومي خليه يمشي هابس تدشين وتسمية 800 وحدة سكنية بصيغة الباب الإيجار، خليه يمشي، خليه يمشي، خليه يمشي، خليه يمشي 800 سكن، ها 800 ماشي 1000 800 خاطر 1000 كاينة زيادة كاينة 400 وحدة أخرى 800 هذه العام اللي فات في ماي تسربات في 5 جويلية والله غير تسربات في 5 جويلية اعطيني 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 الفيديو الآخر ها تسربات في 5 جويلية 800 سكن التسريبات في الاوتيزم واقفين عليها جماعة لاديان على رأسها المدير سيزيتوني الزيتوني واقفين عليها السلطات المحلية تاع تيزم على رأسها السي عباس بداوي ها ها 800 سكن في عام تسلمت فيني في وسكنوا وسكن وفيني كلش انجاز انجاز زيت مع حاجة واحدة أخرى أعطيني الأخرى دوزيام أعطيني ها هذه وين أحبس في سوق هراس في سوق هراس هذا المشروع ابنته مؤسسة خاصة جزائرية ثاني في عام وتسربات انهار خمسة جويلية تسربات في خمسة جويلية هذا البروجي ايه تاع ديال في, في سوق هراس تحية لديال وتحية للسلطات تاع سوق هراس السلطات المحلية على راس السيد الوالي يعني واقفين وفروا كل الظروف وفروا كل الظروف باش تتم هذا المشروع حاجه تفرح وبأيادي جزائريه ايتود ورياليزاسيون وسويفي ها هات لك حاجه مليحه تشرف ها وكيما لداخل كيما برا بوبي الله يبارك في سوق راس جبناكم في الشرق وفي الغرب واحترموا ديلي دو رياليزاسيون مده الإنجاز ها وأرض جبليه وتريكلات والحمد لله وتسربات في خمسة جويلية تحية للسلطات تاع سوق هراس وتحية للسلطات تاع تيسمسلت وتحية للسلطات تحية لاديال تحية لجماعة لاديال يطيروا من المقلة حنا دائما نقولوا لاديال وهابطين لاديال ولكن ها كي نحبونا نخدموا 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 ها ها ولا رانا نكذبو ولا رانا نكذبو حقيقة هذه في هذه في سوق من نوي والأخرى في جبالك من نوي وتاع من نوي, وتع بس جبالك من نوي. وتع بشار جبالك من نوي ها وتحية الجزائر أعطيني المدير مصطفى فيصل الزيتوني تاع لا أعطيني تشمل 160 الف وحده سكنيه هذا عدد معتبر وفي اول مره منذ الاستقلال يمس معظم ولايات الجزائر من اقول 58 ولايه وتمس كل انماط السكن كما <تكلمة> قلت <متصفيق> لك الايجاري البيع بالايجار والترقوي وكان هذا العدد هائل وكانت المتابعه الميدانيه مع تعليمات من سيد الوزير التعليمات وهي آه الاتباع في كل المشاريع في الميدان ومع اتخاذ العمل بالمناوبات حتى <متطفح> قدرنا باش نصل لهذا العدد الهائل يعطيك الصحه سي المدير العام كاين مشروع كاين الناس واقفين على المشروع والخدمه ليل ونهار نورمال علاه نولوا في الروطار تاع 10 سنين و15 سنه هذا ما كان اليوم راه عيد واحتفال احتفال وكاع ما حبيناش نصمتوا المخروبه المخروبه ان شاء الله بعد العيد كي ناكلوا اللحم والدواره والبوزلوف يا من بعد ندورها مخروبه تحيه للسيد المدير العام تاع لا ديال وتحيه لجماعه السكن تحية للسلطات تاع سوق هراس عندنا ثاني حوايج زينه في سوق هراس نوروها من السنة الجايه وتحيه السلطه تاع زمزيل وتحيه كاع الشعب الجزائري عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير تحيه لقواتنا المسلحه تحيه لرئيسنا تبون تحيه كاع ولاد الجزائر كيما راكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير نختم بهذاك الفيديو تاع الشعب مع الجيش آه امين يلا اختم ايه هاتلك تاع تحت, تحت الجو تاع الاخر ال... <applause> يا امين الاخر وعلى يا امين هلا <applause> ها موتوا بالقنطع موتوا بالقنطع موتوا بالقنطع كل عام وانتم بخير الى هنا ينتهي قائدكم اليوم بدموعات الله وحفله واطلق امين جسمه الحبيب اطلق